مكتب العمل والعمال يقدم للطلاب فرصة عمل في الشركات، بعض الشركات يقدم لهم فرصة عمل في شركات في الفصل الصيفي، فبعض الشركات تقول للطلاب اذهبوا وآخر الشهر تعالوا واستلموا رواتبكم لعدم وجود متخصصين أو مدربين، وربما يكلف عليهم بعض الشيء بعض الأموال لتعليم هؤلاء الطلاب لبعض، لأنه قد يكون بعض الشركات متخصصة في عمل معين، فما رأيك في هذا الراتب الذي يؤخذ مع أن سماح المدير الشركة هو الذي أمر بذلك؟ نعم صحيح، هذا هم يفعلون هذا الشيء لأن الحكومة تلزمهم بتوظيف الشباب، فيقول للشاب أنا أعطيك الراتب ولست بحاجة لك، وهذا فيه محذوران. المحذور الأول أن الذي يأخذ هذا الراتب أخذه بغير حق، لأن الشركة مجبرة على هذا العمل ولا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه. والثاني أنه لم يعمل فيكون أكل المال بالباطل. والثالث أنه يخالف مقصود الحكومة، لأن الظاهر من إلزام الحكومة ليس هو من أجل المال فقط، لكن من أجل حفظ الشباب عن التسجن في الأسواق، وربما يحصل منه فساد في هذه الحالة. ثم تمرين الشاب على العمل في هذه الشركة حتى يكتسب خبرة. ولو أن الشباب إذا قالت لهم الشركات هذا رفعوا الأمر للحكومة حتى يحصل المقصود لكان هو الأول، لكن مع الأسف أن كثير من الشباب لا يهم، يقول أنا أخذ الراتب وأنا مستريح. فالذي أرى أنه لا يجوز أن يأخذ الراتب هذا ويستريح، بل عليه أن يعمل، وعليه أيضا إذا أبت عليه الشركة أن يرفع الأمر إلى الحكومة لتتولى.